بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. يا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في العدد الأول من برنامج القصة وما فيها. وتقف الفكرة منه وراء الأمثال الشعبية التي سنغوص في بحارها طيلة شهر رمضان المبارك، فنستنبط منها أجمل القصص والحكم. يقول الشاعر: يا طالب الحاجات ترجو نفعها، ليس النجاح مع الأخف الأعجل. وقد استنبط هذا البيت الشعري من المثل الشعبي القائل: رب عجلة تهب ريثا، أطلقته العرب قديما على كل مستعجل على قضاء حاجاته وأموره، وقد توقعه عجلته تلك في مشاكل ومآزق تحول دون وصوله إلى مناله. ولكن ما هي القصة وراء هذا المثل؟ سوف نتعرف عليها بعد الفاصل. عودة إليكم مشاهدين الكرام حتى نتعرف سوية على القصة الكامنة وراء المثل القائل: رب عجلة تهب ريثا. إن أول من قال هذه المقولة هو مالك بن عوف الشيباني، والحكاية تعود إلى زوج أخته سنان بن مالك، الذي رأى في يوم من الأيام سحابة محملة بالغيث في السماء، فقرر أن يلحق بها حتى يرى موضع المطر. وما يعرف عن العرب قديما أنهم كانوا يتبعون الأمطار في صحرائهم، فقال له مالك بن عوف: والله إني أخشى عليك من قطاع الطرق. ولكن سنان بن مالك لم يسمع لكلامه، وقرر أن يأخذ زوجته ويذهب إلى الموقعة. وفي طريقه إليها قاطعه مروان بن زنباع فأخذ منه زوجته. وعندما عاد إلى الديار سأله مالك عن أحوال أخته، فأجابه بأن قطاع طرق أخذوها وأن الرماح منعته من إنقاذها. فأجابه مالك بن عوف: رب عجلة تهب ريثا، ورب فروقة أي جبان يدعى ليثا، ورب غيث لم يكن غيثا. وهكذا أصبح العرب يطلقون هذا المثل على كل مستعجل لأرزاقه وأقداره. وفي هذا السياق أطلق الجزائريون مثلا شعبيا يقول: صام يوم وقال وقتاش العيد. ومن هذا المنبر أدعوكم مشاهدين أن تتريثوا لرمضان، وأن تتأنوا في العبادات، وتعيشوا كل يوم وكأنه آخر يوم لكم. وتذكرني هذه المقولة بعبارة جميلة قرأتها في كتاب دعي القلق وابدأ الحياة لكاتبها ديل كارنجي، يقول فيها: ليس علينا أن ننظر إلى هدف باهت يلوح لنا من بعيد، بل علينا أن ننجز ما بين أيدينا من عمل واضح بين. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد. ألقاكم في مثل آخر وقصة أخرى. إلى اللقاء.